دلع. انت ليه في طريق العقبات بتاعي؟ ليه ما خلصتش طريق العقبات؟ كويس، في شغلانه مهمه عشانك. علشان كده انا هنا يا فندم. مجموعه من الحراميه هجموا خطوط الامداد على حدودنا الجنوبيه. حددت مكانهم على خريطتك. بنعتقد ان شبكه كهوف جنوب بحيره كريتر مقر لعملياتهم. كهوف؟ تمام. ما عنديش موارد متاحه كفايه لهجوم كامل، فانت عايزني ادخل اتسلل واقتلهم. انا هسيب لك التفاصيل يا عريف. انصراف. عارف سنت جون، عندنا مشكلة تقدر تساعدنا فيها. تمام يا فندم. واحدة من المجندين اتخذت رهينة، الرقيب ميليندا فوستر المسؤولة عن دوريات الحدود الشرقية على الطريق السريع. اتعمل لفرقتها كمين، رجع اتنين من الرجالة عايشين واتخذت الرقيب فوستر. ميليندا فوستر انت تعرفها؟ لا يا فندم معرفهاش. حددت مكانها الاخير على خريطتك. أنا واثق تماماً يا عريف إنك هترجعها بسلام. اعتمد عليا يا فندم. انصراف يا عريف. العريف ديكن سانت جون. سيادة الرقيب، إيه الأخبار؟ أوه، سفيه كبير. هتموت وتصرف الفلوس اللي في محفظتك ولا إيه؟ زي كده. أرخص من شراء واحد جديد، صح؟ أنا صح مش كده؟ أيوة كلام معقول. تعرف إن كنت هعمل كده لو كان معايا عملات كفاية؟ تمام، دلوقتي كتير من ده. أيوة، أنت هتخليني ملياردير صحيح؟ أيوة تمام. العريف سانت جون، هشوفك قريب مش كده؟ ديكن، العريف سانت جون، مبسوط اني انا شفتك راكب مع ساحر جزيرة ويزر دي يوم تاني. الدنيا مشيت ازاي؟ تقصد الملازم واتيكر يا سيادة الرقيب؟ لا لا، انا ما اقصدش اي حاجة. زي جنود هنا مش كده بيقتلوا المقرفين. احترم نفسك شوية. ايوة زي ما قلت، انا ما اقصدش اي حاجة. اشوفك بعدين يا عريف سانت جون. مش هنا أي حاجة غير شوية رحالة ومهاجمين.
شكل المسلحين، شكله بتاعها. سيادة العقيد، معاك العريف سنت جون، بقدم التقرير. أنا في الموقع والمعسكر شكله فاضي. حياة الرقيب فوستر بين إيديك يا عريف، ما تخزلنيش. لا يا فندم، هلاقيها. هو ده المكان اكيد، هو بس هي فين الناس؟ اقدر استعمل ده. شفت حد؟ قتلهم، ماتوا. يلا يلا يلا، انا هرجع، احموني. دول كلهم شكله كده مجرد يوم من ايام المكتب. أقدر استعمل ده. تمام، أخيراً. مفيش وقت، مفيش وقت. ده نافع. أنا هقتلها. عاملة إيه يا ست الرقيب؟ وإيه أخبارك؟ مش مصدقة. يا عريف، شكراً ليك. كله تمام، كويس جداً. محتاجة ترجعي تاني؟ أنت شفت موتوسيكل مسلحين برا؟ ولا الملاعين دول فكوه؟ لا لا، زي ما هو بره. تمام، انا كويسه. سين جون، مش كده؟ شكرا ليك، انا هعرف ارجع لوحدي.
يا عقيد، أنا لقيت الرقيب فوستر وهي راجعة دلوقتي. رائع يا عريف. شكرا يا فندم، أنا هطمن بعدين وأشوف هي عاملة إيه. سين جون حول. كابتن، لقيت الحرامية اللي هجموا على خطوط الإمداد بتاعتنا في المكان اللي أنت قلت إنهم هيكونوا فيه. عريف سين جون، كويس، محتاج مساعدة؟ شكلهم زي الرعاع، أعتقد إني هتصرف معاهم. بالتوفيق يا عريف. افتكرتوا يا شباب انكم هتعملوا معسكر وتستولوا على السلاح المسلحين، مش كده؟ لازم تعرفوا ان الحياة مش سهلة كده. مسكتك. دول كلهم؟ أيوة، تخلصنا منهم. سيادة العقيد، التقرير. العريف سين جون يا فندم، أنا عايز أطمن على الرقيب فوستر وأشوفها عاملة إيه. فوستر؟ أيوة، هتكون كويسة. شكراً يا عريف، تقريرها كان متضمن مديح عالي عن شجاعتك، أنت تستحق الثناء. تمام، شكراً يا فندم. هي ناجية. إحنا اللي ناجينا، صح؟ تمام يا فندم، سين جون حول. العريف سين جون لبحيرة دايموند، رد. غزالة بتعدي الشارع، لو الكلام ده كان من سنتين كانت قامت ثورة. العريف سين جون لبحيرة دايموند، رد. عريف. كابتن، الحرامية اللي على حدودنا الجنوبية، احنا تخلصنا
منهم. قلت حدودنا فندم. كنت رحالة لمدة طويلة يا سان جون، أحياناً الموضوع بياخد وقت للمجندين الجدد إنهم يتقبلوا عملهم في قوة أكبر. بصراحة ما كنتش واثق إنك تقدر. طيب أنا في الجيش دلوقتي. رجالة جايين. أيوة أيوة أنت في الجيش. انصراف يا عريف. علم سان جون حول. ده المفروض ينجح. وحدة طبية مترقلة تانية. تمام، لازم ألاقي طريقة أدخل أشوف لو في حائن تاني. عارفين الاحساس عامل ازاي دلوقتي؟ ها دوت اللي بتعمله في غيركم. ها صح. ايوه ملاز. ايوه راني ملاز. لازم بس الاقي يا دي النيله. فيوز ضرب. جوايز كتير. النفق متجه للغرب. أظن إن نيرو مش عايزين أي حد يوصل للساحل.
يلا بينا. كويس. مش الطريق ده. ماشي، معانا ايه هنا؟ اوه يا دي النيلة، يا ترى هلاقي فين فيوز دلوقتي؟ فكرة احسن. تمام، نبص في المكان شوية. أبو وراني. أيوه أهو هنا. ماشي، خلينا نشوف إيه اللي بيحصل هنا. رجعت للطريق. هو ده. ماشي، فين؟ برضه هتصرف. فيوز. تمام. ايوه احنا كده بقينا بنشتغل. المفروض ده ينفع. يلا بينا. اوه ايوه، خبر هيخليهم يجوا هنا. يجوا كلهم. ايوه
خلينا نشوف عندهم. حقن نيرو زي ما الدكتور طلبها. حاسس بالقوة فعلا. عندنا ايه هنا؟ خريطة. حلو. عندنا ايه هنا؟ ازاي تعمل ايه؟ تمام كويس. تاني يلا بينا. أنهي طريق؟ لقيتك. دوريت متطفلين. هنودي الموتوسيكل ده فين؟ ها؟ Ugh.
يلا بينا كده كفايه.